حفلة عيد ميلاد النشيط، شاهدوا المزيد من التفاصيل. اليوم أحمد النشيط قرر يحتفل بعيد ميلاده، وعزم أحمد عدة مشاهير على الحفلة، من بينهم غيث مروان وسارة الورع، وكمان من عائلة البيوتي زهر شير وشهد، كمان لانا ولينا زياد وسارة ملص، يارا عزيز، دكتور أحمد جربوع وزوجته سهلي. أيضا عائلة نور ستارز. أترككم مع الستورية رأيكم بخصوص هذا الخبر. الله إن شاء الله اليوم بيان نشيطه أخيرا. شوف شباب الطيبة كلياتها والله عندنا مسابقة كامل وعندنا أشياء بنسويها لكم، بس نسيت الخزنة. أبوي أسوي لكم جوائز؟ أبوي أسوي جوائز؟ نشيط جوائز بدنا. أنا عندي لك مفاجأة أنت اليوم. والله أنت أنا رايح أنت حبيبي والله.